سيدي احنا فلاحة تاملات القديمة، الماحي محمد تاملات القديمة، احنا من الجامعة السلالية داوي الحقوق، هذوك الناس دايرين عندها تخلقات فيناتنا، ونحن بحال بحال عايش الملك. احنا كنفلحوا اي عام اي سنة، ما كان هذه هي خدمتنا احنا، ما عندنا شهرية، ما عندنا خلصة، ما عندنا والو. فين كنخلصوا هادشي ديال التأمين ديال الفلاحة؟ كنا كنمشيو لعند مولين التأمين كيعطيونا ورقات كنعمروها كنديو للبلديات كنسنيو داكشي اللي عندنا كنجيو بحالاتنا كنخلصوا. نهار كيديروا كيعلمونا كيخرجوا كيشوفوا داكشي واش كاين زرع ما كاينش، كيعبروا ديك البلاد كيشوفوا كاين هذاكشي اللي بغينا. ما كانش كتعاوننا الدولة عايشة الملك، كذا نعاودوا نكيلوا زريعة ونكونوا مع الوليدات مع البهيمات كنشدوا البلاد باش ما نخرجوش. حنا هادشي واللي عندو دين خلصوا، اللي ما عندو راك الناس ماشية معانا. موت لك طول الحرق كاع ما صابش عندك كيقول خلي حتى الوقت الزرع راه كلشي كيعرفها. ملي كان جاب لي ديك البركة نبيعو ونخلصو ونخلصو اللي علينا. ما جابش الله ملي كيجاك التأمين كنشدوه كنخلصو الديون اللي علينا ونولوا العام الآخر ونديرو. هاد العام مشينا عندهم أسيدي قال لك هادشي راه لاحوا النواب الشيعي يسنيو لكم. ملي جينا عندهم ما بغا يسنيو ليناش، سير هنا لا ما كذا طاطا من هنا كيدوروا فينا ما عرفناش حنا علاش. نهار سيدي قعدنا اللي قعدنا قادين الوريقات كتشوفوا هما في يديهم انجليزيين كل البلاد بسميتها فيها، ورحنا معروفين كنحارطوا. هذه هي الحاله ديالنا حنا، حنا عايش الملك، راه حنا هذا الشيء اللي شادنا في البلاد على الحرط وهذه المعاونه ملي عاد كتجينا مع سيدنا. ما رحنا راه بحالنا حنا راه خاصنا نهربوا هاد الناس من هنا ما يبقاوش. هنا السيد ملي ما عنده ما موظف ما عندوش موظف ما عندوش خدمه رسميه كيخدمها بدراعه ويفلح، حنا راه عايشين مع الله والوطن. جاب الله الشتاء حنا شادين البلاد، ما جاب الله حنا كناولوا وجاب الله سيدنا بعدا نفعنا بهذه المعاونات. الناس قنعوا علينا كاين اللي ما كيحرش وشاد فلوس ديال هاد لاصو راسو، وحنا اللي حارطين ما شديناش. هذه هي اللي بقات فينا. كاين السيد اللي حار جوج قطارات وحاط 40 وحاط 50، اذن هادشي هادشي كثير علينا حنايا. حنا الناس ضروا بينا. حنا ملي مشينا لعند مولي الله صورانس ودرنا قال لهم ودي راه النيه بشي ما بايسنيو ليناش، قال هذاك الشغل شغلكم. وحنا قال لك نزيد لكم حدا فين نتوما، قلنا لجامعه الجواله، قال لك داكشي العدد اللي عندنا ديال الارض جامعه الجواله كمل سدينا. واش حنا قلنا لي ما عندنا حق نخلصوا، قال لك لا العدد اللي عندكم ديال البلاد كملت. قلنا له كيف داك سولوا على روسكم، شوفوا بلادكم شكون مخلصها، سيروا سولوا على روسكم. وحنا بقينا كنعانيو حتى جاب الله هذه المناسبه. احنا كنشكيو لله والمليك وعيش المليك، حنا الناس مسؤولين طالعوا بينا. حنا بغينا لجنه اللي تجي لتاملات القديمه وتفتشنا وكل يوري اللي حارت وكل يولي اللي داير واللي تصاب خرق الخلقات يتربى وعيش الملك. حنا هادشي اللي كنطلبوا. هاد الدواس انا عندي ديال بس كنخلص لاسورانس ها هما، يعني حاضيهم ها هما، عندي الدواس الانجليزي ها هما، نعم سي هما سميتي وكل شيء ثلاثه الدواس ها هما. انت نعم انت كل شيء ها هما ثلاثه ها هما كل شيء انا حاضي فلاح وتنحرط وتنكافح والغالب الله. هاد العام اللي ماذا حنا راه قاعدين الله راه الزرع اللي عندنا عامين هذه ما صيفناش، حنا تسلفنا تكلفنا الناس حرمونا عيش الملك. حنا راه بغينا حقنا في سخوتنا. واحد ما حارش وشاد فلوس ديال التامين وانا معمر البلاد وكنكسب وكنفلح صافي، قال لك والله تنرحل لكم منا. حنا النواب الشيعي عاش باش حقناهم اجرناهم، ما تلو خدامناش حنا حيدوهم ما عندنا ما نديروهم. كنقولوا لهم كنقول زريو جهدكم والله ما عندكم ما ديروا لينا، ما عندكم ما ديروا لينا عيش الملك. حنا هادشي اللي كنطالبوا، حنا كنطالبوا غير هادشي ديال الفلاحه وهادشي اللي معمر البلاد. حنا راه مقارين ما موظفين ما عندنا خلصه ما عندنا شهريه ما عندنا والو، كاين الله والوطن والملك. وهاد حنا معمر البلاد الفليج هي اللي شادانا. هاد العام راه ما كاينش، حنا قاعدين والله ما عندنا حبه في الدار والو، البهيمات ما عندنا ما ياكلوا، كل شيء راك عارف بلا ما نقول. والبلاد انتم كنتوا كجاب الله راه كيحرقنا بقات راه ما كاين حتى حاجه. سيدي حنا نحرضوا 70 قطار من تاملات القديمه، ومن مثلا بغينا نخلصوا لاسورانس ما قبلوا منا، قال النواب انتم سيروا بحالكم ما مناش ياك سيدي ما داوي الحقوق ما نسنى لكمش بعدوا منا ما نعرفكمش. وسيدي راه جدود جدودنا كاينين هنايا ثلاثه جدود، وحنا هنايا ولا اكثر. حنا من لقينا هنا لقينا معنا هنا منين حنا عرفنا هنا لقينا لقينا هنا با زاد هنا جدي زاد هنا انا جدت هنا. بوحمدان عبد العزيز تاملات القديمه جماعه جواله اقليم قلعه سراغنه مزداد 1975 من نهار تزدت انا هنايا والوالد ديالي تزاد هنايا تقريبا عنده 84 عام. هاد البلاد شريتها في 2002 وانا تنتصرف فيها، والمشكل اللي عندي هو بغيت نجهزها كما تيجهزوا الناس، بغيت نجهزها بالكوتاكوت ولا تحرمنا منها، لان ما باش يعطيونا النواب شياع على شهاده اداريه، لان قال لك ما عندكش الحق تشد ديك شهاده اداريه. هذا هو المشكل اللي عندنا، حنا بغينا نستافدوا من الكوتاكوت، بغينا نستافدوا من التامين الفلاحي، ما باش يعطيوها لنا. لهذا بقات هذه البلاد ضايعه هكا، ما استفدنا منها حتى حاجه. واخا زارين الزرع ما عبور ما فيهاش، عبور ما فيهاش، لان الناس حدانا هما دايرين الكوتاكوت مستافدين، دايرين الزيتون، دايرين شويه الخضره، دايرين
وهاد الناس ما هدامش الله يعطيونا شهاده اداريه. هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا يعني. تقريبا انا واحد 8 شهور تقريبا مؤخرا شي 8 شهور انا من قبل العيد ديال اللي فات 2019 حتى لحد الان تقريبا واحد الشهر قبل ما يكون هذا الحجر الصحي. ديوا في الاول تيقول لك واخا سير تنشوف وبلا تنشاور وبلا تنسير تنجي سير 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 ما باش عطونا. في الاخر قال لك لا انت ماشي ما تستاهلش الشهاده الاداريه اخر ما يمكن هو هذا. ودابا نطلبوا المسؤولين والناس اللي مختصين بحال هذا الشيء يدخلوا لنا ويديروا لنا حل، لان كاينين ناس اخرين كاين اللي ساكن 120 عام هنايا وعنده الارض وتيتصرف فيها لحد الان والبلاد ضايعه. احنا الناس فلاحه كنحرطوا، دابا مشينا بغينا نخلصوا في هادشي ديال لاسورانس، قالوا الناس مشيو تمشيو عند النواب يعطيكم شهاده ديال التصرف. مشينا عندهم قال لك انت ما عندكش الحق باش نعطيك شهاده، انت مود البلاد تبراني. انا جدي كابر هنا وبا كابر هنا وحاليا جده وجدي كلشي مدفون في الغابه ديال تمنى القديمه. كان مرافق مع جدودهم هما، جدي مع جدهم وبا مع باهم وانا مع ولادهم. انا كنحرط 60 قطعه، ما كاين لا كذوب لا والو. هاد الناس راه ما حرمونا من هاد لاسورانس، وحنا كنطلبوا سيدنا الله ينصرو يبين لنا الحق ديالنا. وهاد الناس راه كيقول لنا راه غادي نهجكم من البلاد ونرحلوكم نتوما برانيين. حنا كنطلبوا سيدنا يشوف من حالنا ويعرف هاد الشيء راه كاين صحيح، راه ما كنكذبوش على هاد الناس وما كننافقوش في هاد الشيء. قال لك سيدي نتوما راه مازال نخرجوكم من البلاد، وقلنا تعطيونا موافقه راه ما عطاونا. قال لك براني، قال لك ما عندكش البلاد، حنا راه بونا شاري البلاد وحاليا كنشدوا من عند نسابنا هنا ولاد البلاد، كنشدوا عند البلاد وكنحرطوها بالشركه ولا صورانس. راه دابا ذاك اللي كيحرط هو اللي كيخلص لا صورانس. حنا دابا راه ما عمرنا استفدنا نهائيا. اليوم هذا راه باقي نضرب العقيلات بحال هذا العامي بالكروكي ديالها بكل شيء. انا كنهضر معاك بوراقي ماشي وحنا راه كنطلبوا من سيدنا يطالع بينا ويطالع بجماعة جوالة، راه موالين تمنا القديمة راه مكرفين.